السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم أحبائي الأعزاء في الحلقة الجديدة تاع اليوم، كيف ما عودكم دائما وصفات طبيعية وصحية. اليوم هذه الوصفة هذه عبارة على مشروب صحي بالنسبة للناس اللي بغاو يزيدوا في الوزن ديالهم بواحد الشكل طبيعي والشكل سريع جدا. هذه الوصفة هذه إلا جربتوها أحبائي الأعزاء بالطريقة اللي غادي نقول لكم، ما غاديش تشربوها يوميا ولا تشربوها نهار ونهار، لا. هاد الوصفه هذه كتبغي تداومي عليها باش تعطيك نتيجه زوينه بزاف، وخاصه بعض الناس كيديروا شي وصفات ديال الزياده في الوزن وكيركزوا على الوصفه وكينساو الجانب الغذائي والجانب النفسي. الانسان الا بغى يستعمل شي وصفه خصو ضروري يكمل بالغذاء الصحي، يعني يدير الوصفه وما يردش معاها البال، يديرها يوميا باستمرار بحال كياخد شي علاج، يديرها يوميا ويلتزم بها باش ما غادي تكمل شهر حتى تعطي النتيجه 100%. مثلا يعني الا كان عندكم شي حقل ديالكم ومشيتوا فلحتوه يعني وتهليتوا فيه، هذا عام مثال بسيط يعني تقبلوه مني، يعني عندكم حقل وتهليتوا فيه في اخر السنه ضروري ضروري غتلقاو المنتوج ديال داك الحقل رائع جدا. هاد الوصفه الطبيعيه راه بحال هاد الشكل هذا، يعني الانسان دائما يتهلى في راسو، ياخذ الوصفه كيف ما تعطات ليهم ويتهلى في راسو الجانب النفسي وحتى الجانب ديال التغذيه الصحيه والرياضه. ندخلو في صلب الوصفه، يعني هذه الوصفه هذه عباره على مشروب كيتستعمل يوميا، تشربوا كاس منه في الصباح، يعني ممكن تفطروا به يوميا، ما غاديش يدير لكم شي حاجه لان المكونات ديالو صحيه 100%. غتحتاجوا فيه الزبيب والمشماش ناشف، يعني فواكه جافه، وغتحتاجوا فيه المكسرات اللي عندكم، يا اما كاوكاو اللوز ولا اللوز والقرقاع ولا المكسرات اللي موجوده عندكم، غير ما يكونش فيها الملحه، ما تكونش مقليه، تكون باقه خضراء. الطريقه ديال التحضير ديال هذا المشروب هذا، غادي ناخذ واحد القياس اللي غادي يكفانا في كاس ديال العصير، ماشي قد هكا، قياس اللي غيكفاكم في العصير كاس. غادي نزيدو عليه نص كاس ديال الحليب، مثلا نديرو شي زلافه بحالكم، نضيفو عليه على المشماش وعلى الزبيب، نضيفو عليه داك نص كاس ديال الحليب ونخليه احبائي الاعزاء في الثلاجه حتى الصباح، يعني حتى يشرب هذاك الحليب. وفي الصباح احبائي الاعزاء ناخذو هذاك الزبيب والمشماش اللي مرقد بالحليب، غادي نضيفو عليه نضيفو عليه الفواكه الجافه اللي عندنا، مثلا اللوز والقرقاع، ونضيفو عليه الكميه المناسبه ديال الحليب، يعني اللي غادي تعمر لينا كاس. نضيفوا عليه احبائي الاعزاء واحد المعلقه ديال العسل الحر، ونطحنوا المكونات باش نحصلوا على كاس ديال العصير. هذاك الكاس تاع العصير الا فطرتوا به كل صباح، يعني لا يعقل انه ما غاديش يعطي النتيجه. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تداوموا يوميا على هذه الوصفه هذه. وبالنسبه للناس اللي عندهم حساسيه ولا عندهم امراض جانبيه، ما يستعملوش هذه الوصفه هذه لان فيها الدهنيات. كنتمنى منكم احبائي الاعزاء انكم تداوموا على هذه الوصفه وتجربوها لانها وصفه صحيه 100%. وكنتمنى منكم ايضا انكم ما تبخلوش عليا بالتشجيعات ديالكم والمزيد من الدعم للمزيد من العطاء. وكنتمنى منكم ايضا انكم اللي ما مشجلش عندي في القناه، كنتمنى انه يتسجل عندي ويشجعني بلايك باش دائما يوصلوا الجديد. والى اللقاء في حلقه قادمه باذن الله.